مساء الخير مجددا، مرحبا بكم في هذا الجزء الاخير من برنامج رونديفو 9. نستقبل فيه على التوالي عز الدين عقيله الكاتب والمحلل السياسي الليبي. مرحبا، اهلا وسهلا بكم بكل الساده المشاهدين. شكرا. ايضا نستقبل عماد الدين بلعابه، اعلامي مختص في الشان الايراني واللبناني، باش يكون نقاش حول ما يحصل بين اسرائيل وايران وايضا الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط بعد هذا التقرير لاسكندر العلواني. سماع دوي انفجارات ضخمة في أصفهان بإيران، انفجارات قوية إذا تهز مطار أصفهان. فلفت انفجارات سمعت ليلا بالقرب من قاعدة شكاري الجوية العسكرية في مدينة أصفهان. مصادر رسمية إيرانية أكدت تمكن الدفاعات الإيرانية الجوية من إسقاط مسيرات انتحارية صغيرة في كل من أصفهان وتبريز، ونفت إيران دخول أي جسم معادي من خارج الأراضي الإيرانية في إشارة من أن الهجوم نفذ من الداخل الإيراني. كما نفت السلطات الإيرانية تعرض منشآتها النووية لأي هجوم على مواقعها الاستراتيجية. هجوم على إيران يلوفه الغموض، خاصة أنه يتزامن مع وعيد إسرائيلي منذ 5 أيام بالرد على الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ الباليستية داخل الأراضي المحتلة وسط صمت إسرائيلي. في المقابل أفادت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي وصف بالكبير أن الكيان المحتل أبلغ واشنطن مسبقاً على توجيه ضربة عسكرية على إيران، ونفس المصدر أكد عن وقوعها بالفعل داخل الأراضي الإيرانية وأن الهدف لم يكن منشأة نووية. أستاذ عز الدين عقيل، نبدأ معك. هجوم فجر اليوم على إصفهان، إسرائيل تخير الصمت وإيران أيضا تعتبر ما حدث هو حدث أمني وليس يعني حدث عسكري. بداية اسمحي لي أستاذ عواطف أن أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وكذلك السادة مشاهديكم. الحقيقة حتى في التقرير ورد الآن أن سمعت انفجارات قوية، هذه الانفجارات قالت إيران بأنها ناشئة عن استخدام وسائل الدفاع الإيرانية. الهجوم هو هجوم رومانسي تماما من نوع الهجوم الإيراني على إسرائيل، كان بطائرات مسيرة جد صغيرة، حتى أنها ربما تستخدم هذه الطائرات في الاستطلاع أكثر مما تستخدم في القتال. إسرائيل كيان يقوم على العقيدة الردعية، لا يمكن لإسرائيل أبدا هذا الكيان الغاشم الكبير الذي قام على العدوان والاعتداء بشكل مستمر أن يقبل هذه الضربة دون أن يرد، ولكن هو رد برمزية ورد برومانسية على أي حال، هي مماثلة للرومانسية الإيرانية. هو لا زال حتى الآن يمارس الصبر الاستراتيجي كما يقولوا، الغموض الاستراتيجي عفوا وليس الصبر الاستراتيجي. هذا الغموض الاستراتيجي هو يعرف تماما، استطاع أن يسرب إلى عشرات الوسائل الإعلام الكبرى الأمريكية بأن إسرائيل هي التي قامت بهذا العمل. إيران تعرف تماما من خلال تتبع مسارات حتى قمرها الصناعي أن هذه الطائرات جاية من إسرائيل. والحقيقة ردت إيران بسرعة على قبول هذا الغموض الاستراتيجي الذي تمارسه إسرائيل، حيث ورد تقريبا قبل أن آتي بقليل تصريح من مسؤول إيراني كبير لرويترز يقول بأن إيران لا توجد لديها خطة فورية للرد على الكيان الصهيوني، ما يعني أن المسألة بالنسبة للطرفين تعتبر مسألة منتهية. وأعتقد أن إيران سوف تواصل الاعتماد على فصائل المقاومة الإسلامية في البلاد العربية، يعني ستواصل الاعتماد على ضرب أن احنا نأكل العصا مش هي، ولكن هي فقط ربما تستطيع أن تحصل على الثمار السياسية لحالة العنف الدائرة سواء من جنوب لبنان أو من العراق أو من سوريا أو من اليمن. وهذه السياسة أعتقد أنها إيرانية تتمسك بها بشكل كبير، حتى أن قبل أيام كنت في أحد التلفزات التونسية وظهر معنا السفير الإيراني، وقال يومها السفير الإيراني في تونس، وقال يومها متمسكا بشدة بأن إيران لن تسمح أبدا، وقال يعني بأقصى درجات التشدد التي يمكن أن يقولها شخص في البادي لانجوج أنها لن تسمح أبدا لإسرائيل بجرها إلى حرب، ما يعني أن إيران تجر حزب الله معلش إلى حرب، تجر الحوثيين إلى حرب، تجر المقاومة في العراق إلى حرب، تجر المقاومة في سوريا إلى حرب، ولكن أن تجر هي إلى حرب فهذا لا أعتقد أنه من ضمن السياسات الإيرانية على الأقل في المدى المعلوم.
أستاذ عماد الدين بولعابة، هل ستقف عند هذا الحد؟ يعني ضربة من الطرف الإيراني وضربة من الطرف الإسرائيلي وانتهت هنا المسألة، وتقول يعني تحاليل أخرى أنه ستكون ربما لإيران حرب بالوكالة في المنطقة، لن تكون مباشرة بينها وبين الكيان الصهيوني. نعم، هو في الحقيقة يعني بهذا الهجوم، بهذا الهجوم على إصفهان المسكوت عنه رسميا، إسرائيل تعيد الصراع مع الجمهورية الإسلامية إلى ما وراء الكواليس. لماذا؟ أولا لتجنب تبادل الضربات في جولة أخرى، اثنين لتجنب تصعيد أيضا لتجنب تصعيد إقليمي، وأيضا للتركيز على قطاع غزة اللي هي المسرح الرئيسي للحرب. إذن نقدر نقول أنه الهجوم على إصفهان يهدف إلى تجنب جولة أخرى من تبادل الضربات بين طهران وتل أبيب، والسماح للإيرانيين لاستيعاب هذا الهجوم أمام الرأي العام المحلي والعربي والإسلامي، وأيضا عدم إعطاء يعني مبرر للمحافظين والحرس الثوري للضغط على النظام للرد على هذا الهجوم المنسوب لإسرائيل. في اعتقادي كل منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة مفصلية وتدخل في مرحلة تاريخية جديدة. من المستفيد من كل هذا التوتر الإقليمي؟ هي مرحلة جديدة، هل هي موضوعة يعني بنيت على استراتيجيات، أم أنها ستقوم على جملة هذه الأحداث الحاصلة الآن كالضربة الإيرانية أو الضربة الإسرائيلية؟ بالطبع عندما قلت يعني مرحلة جديدة تظل المنطقة، لأنه تبادل الضربات هذه الجولة، يعني تبادل الضربات بين قوتين إقليميتين كبيرتين تل أبيب وطهران، يعني العواصم الغربية لا تستسيغ هذا التوتر. يعني منذ ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى إلى تخفيض إلى خفض منسوب التوتر في المنطقة، لأنه التوتر في المنطقة ما يسمى بالفرنسوية لومبرازمون ريجيونال لا يخدم مصالح يعني الولايات المتحدة والعواصم الغربية. إذن قلت في عبر هذا التوتر الإقليمي المستفيد واللي يجني ثمار كل هذا التوتر الإقليمي في الحقيقة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، اللي أولا استغل هذا التوتر لتحسين وضعه الداخلي أمام المعارضة الإسرائيلية الشرسة قبل حتى ضربة 7 أكتوبر طوفان الأقصى، اثنين للتركيز أكثر على ضرب رفح، اللي مع العلم أنه ضربان رفح كان يواجه يعني كان يواجه برفض أمريكي وغربي. الآن بعد التدخل المباشر في الصراع إيراني أصبح إيراني إسرائيلي، يعني هذا الرفض منسوب الرفض لاقتحام رفح انخفض نوعا ما، وبدا كأنه نتنياهو في يعني طريق مفتوح، طريق يعطيك صحة، في طريق يعني لا لضرب رفح بقى فقط، لكن بعد رفح سيأتي دور جنوب لبنان أيضا. تحدث أستاذ عماد الدين بولعابة عن مستفيد في المنطقة، كيف نحدد هذه الاستفادة والأطراف المستفيدة منها؟ وربما التحولات اللي تكلم عليها الأستاذ عماد في المنطقة هي لها علاقة بظهور النظام العالمي الجديد وضروري تخفيض الدينار والدولار وإنزاله إلى سلة العملات العادية، وحرمان الولايات المتحدة من الثروات الضخمة حتى كاقتصاد أول في العالم التي تحققها من مجرد امتلاك مطبعة لطباعة الدولار. فأعتقد أن العالم فعلا خاصة الاقتصادات الجديدة الناشئة هي تريد فعلا نظام عالمي جديد يكون فيه القوة والتأثير الدولي أكثر توزيعا من النظام الإنجلوساكسوني الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، والنظام الأسوأ منه الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستفراد لندن وواشنطن تقريبا وحدهما في بقيادة النظام الدولي. أيضا لا يمكننا الحقيقة الذهاب بعيدا لاستحلاب هذا الصراع الإسرائيلي الإيراني بحيث نفهم منه الكثير في ظل هذه الرومانسية. أنت تعرفي أن إيران أصرت أن تصدر بيان خاص وتقول راني فقط ضربت الأماكن التي انطلق منها الصاروخ اللي ضرب مجمع السفارة الإيرانية في دمشق. يعني هي لا قالت أن هذا هو توحيد للساحات،
ولا قالت أن هذا من أجل تخفيف الإبادة الجماعية التي تجري ضد غزة، ولا قالت أن هذا للتخفيف على جنوب لبنان. يعني حاولت أن تقزم حتى فعلتها نفسها إلى أقل درجة ممكنة بحيث لا تستفز أطراف أخرى. أيضا الولايات المتحدة ربما تكون هي أكثر رعبا راهي من إيران في أنها لا تريد لهذا الصراع أن يتوسع. الولايات المتحدة تعرف تماما أن أي انفجار بالحجم الكبير في المنطقة يمكن أن تستفيد منه الصين وروسيا بشكل كبير في هذا الصراع على ظهور النظام العالمي الجديد، وبالتالي هي مرعوبة إلى درجة سارعت اليوم إلى الدول السبع وطلبت منها فعلا أن تضغط معها على نتنياهو وتضغط معها على إيران بحيث تقف الضربات عند هذا المستوى. فالحقيقة هو سجال رومانسي، اللي يهمنا منه بشكل كبير هو إلى أي مدى فصائل المقاومة الإسلامية إن كانت فعلا فصائل حرة وحقيقية وتريد استقرار واستقلال دولها أنها لابد أن تفتح حوار استراتيجي مع إيران. إلى متى ستقدموننا أكباش فداء لكم؟ إلى متى سنأكل نحن العصا بينما تأكلون أنتم الثمار؟ يعني حزب الله مثلا، نحن نعرف أن لبنان مش محتل، لماذا هذه المقاومة بهذا الرعب وبهذا العنف؟ لماذا لا تسمح للدولة اللبنانية في أن تحدد هي إذا ما كانت تريد أن تدخل حربا أو إذا ما كانت تريد أن تبرم اتفاق سلام؟ هناك أراضي لبنانية محتلة أستاذ عزيزي، يعني مزارع شبعة يقال أنها سورية لكن كأراضي لبنانية لا. سورية أو لبنانية هي محتلة أم لا؟ هي أرض سورية ما أوكي. محتلة من طرف الكيان الإسرائيلي. تمام، دعنا ندخل إلى الجانب ربما الأقوى الذي تريده إيران في هذا الحوار الاستراتيجي. إيران مش تبي تحرير الأراضي اللبنانية لنقل أن مزارع شبعة، طيب أعطيني ما يكفي من سلاح، أعطيني ما يكفي من صواريخ، من قنابل درية، من كل هم عندك لكي أدخل على إسرائيل وأنهي هذه المسألة. أما تحطني مسمار في حيط ونقعد عليه كل ما تريد أنت أن تحرك بعض الأوراق أو تحصل على بعض الأشياء أو تجد أنك دخلت زنقة ضيقة في الاتفاق الإيراني النووي مع أي أطراف غربية أو حاول أنك تسترجع فلوسك أو حاول أنك ترفع الضغوط على الأرصدة متاعك، تجي تحركني ليه في ضمن عمليات محدودة أدفع ثمنها 1000 ضعف؟ لا أعتقد أن هذا بات منطقيا أو مقبولا إن كانت حركات المقاومة هي فعلا حركات وطنية. روسيا دخلت مع الولايات المتحدة في حوار استراتيجي حول الصواريخ النووية. سولت ون كانت حول فكرة أنك أنت لما تحرك حتى صاروخ من مخزن إلى مخزن لابد أن تعلمني، لأنني قد يحصل إرباك كبير لي وقد أتخذ خطوات جد مجنونة أو قرارات غير صائبة وبالتالي يمكن أن نورط العالم في مشكلة كبيرة. جو في سولت 2 لما اتفقوا في سولت 1، في سولت 2 اتفقوا على إمكانية تخفيض حتى انتشار الأسلحة النووية. الحوار الاستراتيجي ما بين أمريكا وما بين إسرائيل هو أيضا يعتمد على كيف يمكن أن يكون هذا التحالف وهذا التعاون بين الدولتين. ولكن هل سمعت يوما أنه جرى حوار استراتيجي ما بين فصائل المقاومة بين إيران؟ هذا لا، ولهذا لا زالت إيران تستغل هذه الفصائل بصورة جد بشعة، ولا زالت تحقق أهداف إيرانية خالصة للأمة الفرسية لا علاقة لها بالأمة العربية ولا علاقة لها بتطلعاتنا نحن كدول، إلى حد أن كثير من الدول أصبحت دولة فاشلة بكل ما في الكلمة من معنى بسبب هذه الصراعات التي لا يوجد الحقيقة أي سمة لنهايتها أو نهايتها بالطريقة التي يمكن أن تحمي مصالحها. خلاصة القول لو تسمح أن العرب يعني أصبحوا كاللئام أو كالأيتام في مآدب اللئام. صحيح. نحن لماذا نعلق كل هذه الأمال على أن الخلاص متاعنا سيأتي من إيران؟ وقتاش قتلك إيران راني أنا مهتمة بخلاص الشعوب العربية أو حتى بتحرير فلسطين. دائما تقول صدوبتي هذا ترفع الشعار. بالضبط شعارات طبعا اللي بروميس ولا الإسلوغان. صحيح. لكن خلق ما يلزمه كان اللي صدق. صحيح. هنا نجي تعمل فيه إيران هو عين الواقعية السياسية بالنسبة لها. من الزمن التوى نتعاملوا معها بكثير. صحيح. من المهجة والمزاج وكأننا نتابع في أحمد السعيد وهو ينقل لنا حرب 67. تيجي ترجع حتى ل 7 أكتوبر طوفان الأقصى، هات سيدي خلينا نشوفوا في كلمتين وهاني نتكلم تحت رقابتكم. انتهى الربيع العربي، وجدنا عالم عربي جديد مشكل. إسرائيل استطاعت أن تستوعب عديد الدول التي ذهبت وركبت في قطار التطبيع، وإيران وجدت نفسها تستحوذ على العراق وما أدراك ما العراق، فضلا عن سوريا وتعزيز تحكمها في لبنان بواسطة حزب الله، وأطردت منه تقريبا كل حضور خليجي خاصة الحضور السعودي، وذهبت إلى حدود اليمن
وشكلت تقريبا دولة داخل الدولة عن طريق الحوثيين، وهذا مبدأها، تمشي لبنان تشكل فيه دولة داخل الدولة عن طريق حزب الله، تمشي للعراق كيف كيف، تمشي تو اليمن كيف كيف، وأكيد أنه مستقبلها الفلسطين لو تحررت فلسطين ستجعل من حماس حزب ديني دولة داخل الدولة على شكل حزب الله في لبنان. عندما استشعرت قبل 7 أكتوبر أنه حصة إسرائيل من التطبيع ستكبر وتمتد إلى السعودية وهي من هي وفي قل السعودية، كانت الضربة التي أجهضت هذا النهم الإسرائيلي في التطبيع، وانطلقت الحرب. وشفنا وقت اللي جد الجد، أولا تحييد حزب الله عن المشاركة في هذه الحرب، وبالتالي وحدة الساحات هذه أكذوبة عايناها على الأقل من خلال المأساة اللي قاعدين نشوفها كل يوم في غزة، دون أن يتحرك حزب الله إلا هم بعض الرشقات أو المقذوفات يعني اللي دفع ثمنها غاليا، يعني ندفعوا في الثمن نتاعها غالي. ثم شفنا أنه إيران وهي تهاجم إسرائيل، إسرائيل وهي تهاجم إيران بضوء أخضر أمريكي، يطلع وزير خارجية إيران يقول استشرنا الإدارة الأمريكية قبل أن ندغدغ إسرائيل، وإسرائيل أخذت الإذن الأمريكي قبل أن تدغدغ إيران. من سيدفع الفاتورة؟ مزيد من ضحايا غزة، لأنه الشيء اللي صار خلى الرأي العام الدولي، صناع القرار الأوروبي والأمريكي من اللي كانوا في حالة غضب وحرج كبير من نتنياهو، خاصة بعد مأساة قتل أعوان المطبخ الدولي وحتى قتل أطفال إسماعيل هنية، انشغل معناها أصبح الرأي العام الدولي مصطف مرة أخرى مع نتنياهو. اليوم مش يصرح بايدن أنه سيتم صرف مساعدة مالية جديدة لإسرائيل 1 مليار دولار، وبالتالي الشارع الأوروبي والأمريكي تقريبا تم تحييده بعد ما كان مناصرة كبيرة للقضية الفلسطينية. القيادات والزعامات الأوروبية والأمريكية عادت لتصطف مع حكومة نتنياهو. بطبيعة الحال الإيرانيين عادوا إلى قواعدهم شبه سالمين، بقي أهالينا في غزة يدفعون هذه الفاتورة، لأنه عودة استفاف الأوروبيين والأمريكيين مع نتنياهو هو كما قال ضيفنا ضوء أخضر لنتنياهو ليدخل إلى رفح، وسترون حجم المجزرة الكبيرة التي ستحصل في رفح. ونتمنى أنه قد كان حلول السماء لا أكثر ولا أقل، فليكف العرب عن البيع الأوهام لبعضهم البعض، وليكف خاصة الفلسطينيين عن التعويل لا عن العرب ولا عن الإيرانيين. بعد الفاصل نواصل مع كل ضيوفنا، عز الدين عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وعماد الدين بلعابة الإعلامي المختص في الشأن الإيراني واللبناني، حيثيات هذا الهجوم المتبادل بين إسرائيل وإيران بعد الفاصل.